وعليكم السلام. أنا اسمي طاهر صنمس، محامي. انتهيت من دراسة الحقوق في جامعة إسطنبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا السيد الأستاذ المحامي التركي طاهر صنمس، تخرج من كلية الحقوق جامعة إسطنبول 1995، ودرس اللغة العربية بمدارس الأئمة والخطباء، وهو بالطبع سياسي سابق ومحامي حالي مجاز أمام كافة المحاكم والجهات القضائية والنيابية في الجمهورية التركية، بالإضافة إلى أنه مهتم بشؤون العرب والأجانب بتركيا منذ قرابة 25 عاما، وزار مجموعة من الدول العربية في مهام عمله. سيد طاهر، لدى بعض أفراد الجالية العربية مشاكل واستفسارات تخص الأمور الحقوقية، فهل بإمكان سيادتكم مساعدتنا بالرد عليها؟ طبعا، على رأسي وبالمسرور. من فضلك سيد طاهر، الموضوع الأكثر انتشارا على الساحة الآن والذي يهم معظم أفراد الجاليات العربية والأجنبية موضوع الإقامات، وكثر اللغط فيه وكثرة النصائح الغير متخصصة فيه، فهل تتفضل بأن تحكي لنا بعض الشيء عن موضوع الإقامات؟ أولا، أهم شيء، المحاميون مثل طبيبه، لكل المرض لازم العلاج المختلف. يعني أي مسألة لا تشبه لغير المسألة. بعد، أنواع الإقامات مختلف، عندك أي إقامة أهم شيء، وحله تحت القوانين شروط مختلف. إذن لازم أولا أن أعرف عندك أي إقامة وعند أي أوراق، ولازم أن أقرأ وأتحرر. يعني قصدك سيدي أن لكل نوع من الإقامات الشروط الخاصة طبعاً به، والتي حددتها الدولة والتي تتغير من وقت لآخر حسب طبعاً شروط الدولة وشروط القانون، ويجب أن نطلع على أوراق كل حالة بمفردها ونعرف المشكلة التي حدثت، ربما كانت بسيطة الحل صح أو كبيرة الحل. صح 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 طبعا. شكرا سيدي. سيد طاهر، يقولون إذا رفضت لك طلب الإقامة من أي نوع فورا اذهب إلى المحكمة وتقدم بطلب للمحكمة، هذا أفضل حل، فهل تظن ذلك؟ لا، ليس ممكن. من يعيش في تركيا جنسية التركي أو أجانب ممكن أن يذهب إلى المحكمة، هذا حق الإنسان، لكن ليس لكل حال. لكي مثلا فتحت قضية ومر وقت، لأن طبعا عند المحكمة لازم مدة للقرار، ومر الزمان، وبعد المحكمة على الأجنبي لازم أن يدفع ماذا؟ غرامة التأخير. صح. إذن سيدي، كما يشيع الناس في كما نرى في الإنترنت وبعض الإخوة يقولون أن الحل الوحيد هو أن تذهب للمحكمة، فهل ترى أن هناك يمكن أن يكون حلول أفضل أو حلول أجود، أو ترتيب الأوراق للمحكمة أهم من فتح القضية؟ قلت في البداية لازم أولا أن أعرف مسألة، ولازم أن أقرأ أوراق. يعني طريق الحل ليس لكل الأجنبي واحد فقط، مختلف. تمام. إذن ما سنفعله أن نطلب من كل أخ أو أخت لنا لديه مشكلة بخصوص الهجرة أو الجوازات أو الإقامة من أي نوع، سواء كان عربي أو عربي مجنس أو لديه أي جنسية أجنبية أخرى، أن يرسل لنا أوراقه ويرسل لنا موضوعه،
ونقوم بالإجابة عليه إما إذا كانت حالته خاصة إجابة خاصة، إذا كانت حالته عامة سنسجل الإجابة العامة وننشرها لكي يستفيد منها أكبر عدد من الناس. سيد طاهر، الأسئلة الأكثر بخصوص الجنسية التركية المكتسبة للأجانب، فبعض الإخوة والأخوات هنا أخذ تقدم للجنسية ويقول أنها رفضت لأسباب بعضهم يعلمه وبعضهم لا يعلمها. بعض الإخوة ما زالت إجراءاتهم في الجنسية التركية قيد الإجراء ولكنها تأخرت، والبعض الآخر رفضت لهم الجنسية مع أنهم حسب مواد القانون لديهم استحقاق. فهل لهذه النوعية من المشاكل حلول عندكم أو نصائح ممكن أن تقدموها لأصحاب المشاكل؟ قلت من قبل لازم أولا لماذا رفض إقامة، لأن بعض الشروط لازم أن نصلح، ولكن بعض الشروط ليس أن نصلح، ليس ممكن. إذن لازم أن نعرف لماذا رفض جنسية أو إقامة، لا فرق. سيد طاهر، هذا السؤال مختلف بعض الشيء، لأن الطالب لهذا السؤال هو أخ تركي يقول أنه يرغب في الزواج من أخت من أحد الجنسيات العربية، وعندما ذهب إلى البلدية لعمل الإجراءات المطلوبة فوجئ أنهم قالوا أن الإجراءات موقفة في هذه الأحيان. فهل يوجد حل للأتراك إذا يريدون الزواج من غير تركيات؟ هل يوجد حل لهذه المشكلة؟ طبعاً يوجد، لازم أن نلتقي ونتكلم وجهاً بالوجه. طبعاً. لدينا أيضاً سؤال آخر يخص حضانة الأجنبية لأطفال من زوج تركي، هل الحضانة تكون للأم حتى إن كانت أجنبية أو لا؟ محكمة الأسرة تتحري وبعدها تقرر. لماذا؟ لازم أن نعرف كم عمر أطفال، ماذا مهنة أم أب، كيف أحوالهم، يعني عاشهم بسهولة أو أحلاقهم بالسيئة أو جيدة، يعني بعده تقرر محكمة. إذا الموضوع سيكون عائد لقرار المحكمة وإيضاح سوية الأم. حتى حاكم يريد أن يعرف الطفل من يريد. يعني أيضا ينظر إلى مصلحة الأطفال في موضوع الحضانة. مصلحة. سيد طاهر، آخر سؤال، بعض الناس لسبب أو لآخر اضطروا إلى مخالفة إذن الحضور إلى تركيا أو الفيزا وإذن الإقامة بتركيا، فهل يوجد لديك نصيحة عامة لهم؟ لازم أولا أن نعرف بعض الأحوال، مثلا دخلت في أي تاريخ إلى تركيا، مدة الخلافة، المخالفة، بعد جنسية المخالفة، كذا كذا، من يرسل أوراق باسبورت دخول تركيا، كذا كذا، معلومات ممكن أن نكتب بعض الجواب. إذا إن شاء الله نتوقع من سيادتكم بعد أن يرسل كل من لديه مشكلة أوراقه بمعلومات التي تخصه، سنرسل له رسالة مختصرة نرشده إلى أفضل الطرق. طبعا في نهاية حديثنا أوصي كل من يسمعني أن لا ينجرف وراء دعايات الإنترنت، لأن مع الأسف كثير من الوسطاء
أو كثير من غير المسؤولين وغير المتخصصين يفتون بما لا يعلمون، وحتى مخالف القانون، حتى بعضهم يعطي نصائح مخالفة للقانون. ليس الحل في كل وقت أن تقدم استرحام، ليس الحل في كل وقت أن تقدم دعوة بالمحكمة. بعض الأحوال يكون حل مشكلتك أبسط من هذا، وبعض الأحوال يحتاج حل مشكلتك إلى تنظيم أوراقك، لأن المحكمة تنظر إلى الأوراق، ليس مجرد كتابة يكتبها أي إنسان يعرف لغة تركية. يجب أن تكون وفق مواد القانون، يجب أن تكون موافقة للحالات التي ذكرها القانون للقبول هذه الدعوة، وإلا ستضيع حقك في التقاضي باستخدام الطريق الخاطئ أو استخدام الوقت الخاطئ للدعوة. صح. إن شاء الله نراكم في قريبا في الإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. شكرا سيد طاهر. أنا أشكرك، مع السلامة.